أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الشرطي، الذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على القضايا الأمنية المختلفة. تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة متابعة الظواهر السلبية التي ترد إليها من خلال خدمة حارس التي تم إطلاقها عبر المنصات الإلكترونية، تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية لأفراد مجتمع إمارة الشارقة. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. كن حارساً لمدينتك من أجل مدينة يسودها الأمن والأمان. راقب، تابع، ثم بلغ. كن شريكاً بالمسؤولية المجتمعية وبلغ عن الظواهر السلبية بسرية تامة عبر خدمة حارس على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة الشارقة. من خلال تطبيق شرطة الشارقة، اختر قائمة الخدمات، اضغط على الخدمات الإلكترونية، اختر خدمات شرطية، اضغط على خدمة حارس، حدد مكان البلاغ، اختر نوع الجريمة وارفع الصورة. خدمة حارس خصصت من أجلك لتكن فرداً فاعلاً في مجتمعك وشريكاً في حفظ أمنه وسلامته. طبعاً نحن نعرف أن الخدمات الإلكترونية والذكية يتم تطويرها بناء على احتياجات المجتمع في المقام الأول والإدارات المعنية في المقام الثاني، وتحديدا خدمة حارس تم تطويرها يعني معالجة الظواهر السلبية المتعددة في المجتمع وتحديدا مجتمع الشارقة بطريقة سلسة وقريبة من المتعاملين والجمهور، للإبلاغ بطريقة آمنة وفيها حفظ للخصوصية، اللي تخلي المتعامل يتشجع أن يصل للشرطة بدون ما يعني يتحمل أي مسؤوليات إذا كانت في شريحة دائما تحس أن ممكن تتحمل مسؤوليات في الإبلاغ. طبعا نحن نعرف أن المجتمع هو شريك استراتيجي لرجال الشرطة لبسط الأمن والنظام في المجتمع، فكان هذا الهدف من تطوير هذه الخدمة، أن نوجد قناة يقوم فيها الشخص عند ملاحظة أي ظاهرة سلبية بإبلاغ رجال الشرطة بطريقة آمنة بدون ما يتحمل المسؤوليات. باختصار شديد هذه هي الخدمة. الظواهر السلبية لا يمكن التصدي لها من وجهة واحدة، فهذه الأمور بحاجة إلى تحرك تكاملي في المجتمع، ومن هذا المنطلق تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى تجسيد مفهوم العمل من أجل أمن وسعادة المجتمع، وذلك من خلال إيمانها بدور أفراد المجتمع كونهم شريكا بالمسؤولية المجتمعية من خلال حفظ الأمن والوقاية من الظواهر السلبية في إمارة الشارقة. وتواصل شرطة الشارقة متابعة الظواهر السلبية التي ترد إليها من خلال خدمة حارس التي تم إطلاقها عبر المنصات الإلكترونية لشرطة الشارقة، وهو الأمر الذي يصب في أهمية توعية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لأفراد مجتمع إمارة الشارقة. الخدمة متاحة على تطبيق شرطة الشارقة والموقع الإلكتروني للقيادة. بموجب الخدمة هذه يدخل على الخدمة، طبعا ما نطلب منه تسجيل دخول أو بيانات، فقط نحن نبغي وصلنا المعلومة، فيقوم بإدخال المعلومة أو حتى التقاط صورة وإرسالها مباشرة، لأن الخدمة تعطي الموقع الجغرافي مباشرة لغرفة العمليات، لذلك يتم الاستجابة لهذه المعلومة بطريقة آمنة وسريعة، لأن ترسل للجهة المعنية أي ظاهرة تحدد يعني المسؤولين تجاهها متعددين في القيادة، فهذه الخدمة تكون مثل قناة توصل مباشرة دون أي حواجز. خدمة حارس
هي أحد خدمات القيادة العامة لشرطة الشارقة التي تقدمها من خلال برنامج أو تطبيق القيادة العامة لشرطة الشارقة على في منصات التواصل والأجهزة الحديثة، وتعتبر من أهم الخيارات في التبليغ ووصول صوت الناس إلى القيادة العامة. المميز في تطبيق حارس أن مجرد البلاغ عن طريق التطبيق، الخيار بأن أنت هل ترغب في التواصل معك أو لا بعد البلاغ عن الحادث أو الحادث، بالإضافة إلى تحديد أماكن الحادث وإرفاق الصور أو الأدلة إذا كانت موجودة مرتبطة بهذا البلاغ. طبعا خدمة حارس من مسماها يعني إجت أو كانت مثل الحماية، الحارس في التصدي لكل ما هو سلبي من الظواهر المجتمعية. الأمن مسؤولية مجتمعية وعلى جميع أفراد المجتمع، مثل ما تقوم فيه القيادة العامة لشرطة الشارقة بمرتباتها، فهو واجب رئيسي على كل مواطن على أرض هذا الوطن أن يقوم بالتبليغ عن الظواهر السلبية والمجتمعية لنشر الأمن والأمان بشكل عام. ما يقلقك اليوم جريمة الغد اللي ما تعتبره مهم في التبليغ عنه باكر بيكون شيء أكبر. نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة نتعامل مع كل هذه البلاغات بكل أهمية وجدية. البلاغات المجتمعية عادة تأتينا من المناطق السكنية عبر برنامج حارس تجاه التجمعات، في بعض الأحيان العمالية للآسيويين، في بعض الأحيان على الإزعاج، يتم التعامل معها بشكل مباشر وسريع من الإدارة بتكثيف الدوريات وحل هذه المشكلات بدون التواصل مع الشخص المبلغ، بأن نحن نقضي على الظاهرة بحد ذاتها. خدمة حارس جاءت لتقوية روابط الشراكة المجتمعية التي تحرص شرطة الشارقة على تعزيزها مع مختلف فئات المجتمع من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ ورصد السلوكيات المخالفة للقانون بالتعاون مع الشرطة للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة عبر الإدلاء أو الإبلاغ عن أي تجاوزات غير قانونية تصادفهم في الإمارة. طبيعة الحال نحن أول ما أطلقنا الخدمة كان في شوية ناس فيها عندها توجس. نحن مستوعبين هذا الشيء، إن دائما خدمة جديدة، وطبعا لما صار فيها تسويق أكثر بدأت الناس تبلغنا في أمور كثيرة تزعجهم. نحن في قائمة موجودة مثال إزعاج مركبات، إزعاج دراجات، المتسولين، قائمة تطول. فالناس حست بالخدمة لأن المعالجة كانت سريعة، لأن الآن ما في أن أنا أحضر أو أتصل هاتفيا برجال الشرطة، أنا أبلغ من وجودي وأتوكل على الله. فرجال الشرطة يتعاملون معها بطريقة فورية، بطريقة يعني نموذجية خلينا نقول. فأصبح المتعامل أو المبلغ، خلينا نقول إحنا ما نقول المبلغ، اللي أرسل المعلومة، المتعامل يحس أن التجاوب سريع دون أي رسميات أو عقد إجراءات معقدة، لذلك صار عليها إقبال. وبعدنا نحن نتأمل من الناس أن تقبل أكثر على الخدمة وتساعد رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان. بالنسبة لخدمة حارس في التبليغ عن الظواهر السلبية أو الجريمة، البلاغات مفتوحة لكل أنواع البلاغات، وبيتم التواصل وياك في نفس اللحظة إذا كان البلاغ يعتبر بلاغ جنائي، وبيحال للجهات المختصة وبيتواصلون وياك في نفس اللحظة. أما بالنسبة للبلاغات المجتمعية أو الظواهر السلبية اللي عادة تكون في المناطق السكنية، وفي بعض الأحيان المبلغ ما يبغي معاودة الاتصال أو بيكون ما يبغي يرجع يتواصل ويا القيادة بعد التبليغ، فهي ظواهر يتم حلها بدون التواصل مع الشخص. و
وتدعم خدمة حارس العديد من القضايا والظواهر السلبية، أبرزها ظاهرة التسول التي تعد من الظواهر الموسمية التي تتزايد في المناسبات الدينية والاجتماعية، وأيضا ضجيج وإزعاج المركبات داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى قضايا المخدرات وغيرها من الظواهر التي يمكن أن تستحدث خلال أوقات معينة من السنة. نحن نقول أن شرطة الشارجة أو رجال الشرطة تحديدا هم موجودين لسعادة المجتمع وحفظ الأمن، فنتمنى من جميع شرائح المجتمع أن يسعون لاستخدام هذه الخدمة عند ملاحظة أي ظاهرة سلبية لضمان استدامة الأمن والأمان في شارقتنا الحبيبة. ما في أي مساءلة قانونية حاليا على التبليغ وعلى الظاهرة، ومثل ما طرقنا سابقا لخدمة حارس فإن في مجال حتى أن يرفق صورة للبلاغ نفسه ويبعث على البرنامج ويتم التعامل معها. برنامج حارس هو لسهولة، يعني الهدف الرئيسي منه أن أنت ممكن تبلغ عن أي ظاهرة سلبية في المجتمع أو في المجتمع المحيط فيك بدون ما نرجع نتواصل وياك. هذا خيار أنت تتركه، يعني متروك لك. مشاهدين الكرام، تؤمن إدارات المرور والدوريات بالدولة بأن الوعي المروري وارتفاع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق يشكلان عنصرا هاما وفاعلا في الحد من الأخطاء والتجاوزات والحوادث المرورية. ومن خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على الحملة المرورية التي تم إطلاقها مؤخرا، شتاؤنا آمن، التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال فصل الشتاء. من ضمن الخطة الإعلامية للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة عندنا في شهر ديسمبر حملة الشتاء الآمن. هذه الحملة بدأت في بداية شهر ديسمبر وتستمر حتى لنهاية شهر فبراير. هذه الحملة طبعا راح تكون بشقين، الشق يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والشق الآخر عن طريق القيام بالحملات الميدانية للمناطق التجمعات الشتوية أو تجمعات المناطق البرية. طبعا في الحقيقة مع اقتراب موسم فصل الشتاء تم عقد اجتماع مع الشركاء الخارجيين وأيضا الشركاء الداخليين، تم الاتفاق على أن الجهات خاصة الشركاء الخارجيين بوضع لوحات إرشادية في المناطق البرية، بحيث تخدم هذه اللوحات الجهة التي وضعت هذه اللوحات. بمعنى أن اليوم هناك لوحات خاصة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هذه اللوحات أيضا يعني تنبه الأشخاص السائحين أن هناك تعليمات وأنظمة خاصة في هيئة المحميات، وبالتالي قد تترتب مخالفة في عدم التقيد بهذه التعليمات. كذلك البلديات المختصة سواء بلدية مليحة أو بلدية المدام، أيضا هناك لوحات خاصة في هذه البلديات بالنسبة للجانب الخاص بهم، منهم مثلا ترك المخلفات، ترك الفحم اللي قد يضر الأشخاص. بالنسبة نحن أيضا نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة تم وضع لوحات خاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تحدد الأماكن التي يسمح فيها في بعض الأنشطة أو لا يسمح فيها، وهذه اللوحات هي بمثابة تنبيه للأشخاص المترددين على هذه المناطق البرية، بحيث يعرف هذه ما هي الضوابط أو ما هي الأشياء التي قد توقعه تحت طائلة القانون في حالة أنه لم يقم بالالتزام بها وفق ما ورد في هذه اللوحة الإرشادية. بهدف تعزيز الأمن والأمان والسلامة للجمهور وتوعيتهم بأهمية المحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين،
والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد تؤدي لوقوع الحوادث خلال فصل الشتاء. تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة المرور والدوريات حملتها المرورية التوعوية شتاؤنا آمن بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في المناطق البرية والجبلية بالإمارة. تتضمن الحملة توعية قائدي المركبات والدراجات بالمخاطر المحتملة التي قد تنتج عن عدم تقيد باللوائح والتوجيهات المرورية، ومنها قيادة الأطفال للدراجات النارية بدون شخص بالغ، بالإضافة إلى ظاهرة خروج الأطفال من نوافذ المركبة أثناء السير في الطرق بغرض الاستمتاع بالأجواء الشتوية، إذ تشكل هذه الظاهرة خطورة كبيرة على الأطفال. طبعاً نحن دائماً نقول ولي الأمر هو من الناحية الشرعية وأيضاً من الناحية القانونية هو المسؤول عن فلذة أكباده. اليوم ولي الأمر مرتاد هذه المناطق البرية، جاء للمنطقة لهذه المناطق لأجل الاستجمام هو وعائلته، ولأجل رسم الفرحة على هؤلاء الأولاد. فبالسماح ببعض التجاوزات يعني الغير قانونية اللي منها خروج الأطفال سواء من السقف العلوي أو من الجوانب، لا سمح الله، أنت تتكلم عن مناطق برية، ممكن هذا أن يقفز على ند معين أو شيء قد يؤدي إلى سقوط الطفل من هذه النافذة، وبالتالي وقوع في كارثة لا يحمد عقباها، وتتحول هذه الفرحة أو هذه الطلعة، طلعة الاستجمام أو طلعة في المناطق البرية الاستجماع بالأجواء، لا سمح الله، إلا إذا مصيبة ليست في شخص عادي إنما في فلذة كبدة. لذلك يعني دور ولي الأمر الالتزام بهذا الموضوع وعدم السماح للأطفال بالخروج تجنبا لا سمح الله لحدوث مأساة خاصة بهؤلاء الأطفال. بالنسبة للتدفئة في المخيمات عن طريق الفحم أو مادة الحطب، طبعا لازم نتخذ إجراءات احترازية قبل ما نقوم بعملية إشعال الفحم. أولا لابد من إشعال الفحم خارج الخيمة، وثانيا لابد أن نتأكد أن يعني بعيد عن مواد قابلة للاشتعال، مسافة آمنة عشان نأمن نفسنا. كذلك عدم إشعال الفحم في مناطق مغلقة كخيمة أو في بيت مثلا في مكان مغلق، لأن نتيجة الاحتراق الفحم ينتج عنه غاز أكسيد الكربون، هذا غاز قاتل يعني، فلا بد من وجود تهوية أثناء إشعال الفحم في المكان لتدفئة المكان. كما تتضمن حملة شتاؤنا آمن عدد من إرشادات السلامة بضرورة الحيطة والحذر خلال الابتعاد عن مجرى الأودية وعدم الاقتراب من السدود وأماكن تجمع المياه في حالة الأجواء الماطرة. وتحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخ تواجدها الأمني من خلال تكثيف الحملات المرورية على مدار العام وتعزيز رسائلها التوعوية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع، تجسيدا لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان. وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور الكريم إلى الاستمتاع بأوقاتهم عند ارتيادهم تلك المناطق والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الأمنية حفاظا على أمنهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي ممارسات أو أي سلوكيات تؤدي إلى عدم شعورهم بالأمان أو تهدد أمنهم وسلامتهم. المخالفة ليست هدف لنا في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وإنما الهدف هو المحافظة على أرواح وممتلكات هؤلاء الأشخاص، وبالتالي رسالتنا للجميع حافظوا على أبنائكم وعلى أنفسكم ومن يريد أن يستمتع بهذه المناطق. ولله الحمد اليوم إمارة الشارقة تزخر بكثير من المتنفسات، واللي منها طبعا المنطقة الوسطى والأماكن السياحية الجميلة التي سعت فيها الحكومة أن تكون ملاذ آمن وملاذ جميل لمرتاديها. في هذا المقام نوصي بالحرص والمحافظة على هذه المناطق، ودائما هناك تعليمات من سعادة القائد العام اللواء سيف الزري بتوفير الأمن والأمان لمرتادي هذه المناطق والمحافظة على تلك المناطق، و
يعني يأتي السائح أو شخص مرتادي هذه المناطق ليستمتع بالهدوء والاستجمام، وفي المقابل بما لا يتعارض مع قاطني هؤلاء المناطق المجاورة لهذه المناطق البرية من المواطنين أصحاب الشعبيات أو المساكن المجاورة لهذه المناطق. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، على أن نلقاكم في الأسبوع المقبل بمواضيع مختلفة ومتجددة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.